طيب بخصوص اللوبس، فعليا بالبايثون ممكن احنا نستخدم الفور والوايل عشان اعمل لوب. لا وبالفور في عندي طريقتين، ممكن استخدم الاندكس، تمام، ممكن استخدم الاتريشن فاريبل. خلينا نبدأ بالوايل. ببساطة while الفورمات أو السنتاكس while condition هاي، لو هنا حطيت الكونديشن ترو حد يعضلها إلى ما لا نهاية، تمام. فبالتالي يفترض ان انا احط كونديشن، فبالتالي هنا بيلزمني ان انا اعرف فاريبل مثلا انه الاي بتساوي صفر. وهنا الشرط ايش المفروض يكون؟ لو بدي اطبع حاله 10 مرات بدي ازودها، لو ما زودتش الاي ايش بده يصير؟ راح تضلها الى ما لا نهايه، تمام. فالان انا ايش ممكن اسوي؟ بدي اطبع الاي مع السترينج هذا، فبالتالي بيصير حلو 0 1 2 3 لغايه 9. ممكن ببساطة ايش اسوي؟ انه انا بدي ابدا بالواحد، ببدا من واحد هنا، وهذه ساعتها بالضبط. طب لو بدي اعمل كاونت داون، بدي اعيد عدد التنازل، وبالتالي هنا ببدا الاي من 10، وهنا الوايل الاي I عشرة تسعة اثنين ثمانية سبعة لغاية الواحد، تمام. ونفس الفكرة لو أنا بدي أصل للصفر، فهذه الوايل ببساطة شفنا إنه كيف إنه بدي أعمل شغلة تصاعدية أو تنازلية، شفنا كيف. الآن لا مش موجود، نيجي للفور. انتم متعودين على الانديسيز صح؟ هنا فعليا بلزمني انه انا اعرف لستة مثلا ال1 بتساوي 1 3 8
تسعة. في عندي دالة الرينج في البايثون، وريتكم إياها المرة الماضية صح؟ تمام؟ فبالتالي هنا بقول إنه فور I in range، كم عنصر هاي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة. ال I ال index تمام؟ الواحد of ال I ال value تمام؟ ممكن إنه أطبع لكم إياها بشكل أوضح، إنه أقول index في البرنت. أنا ممكن أحط عدد لا نهائي من البارامترز مفصولة بيناتها بالكوما، فبالتالي index 0 value 1، index 1 value 4، زي هيك. ممكن بدون الرينج هذا الايتريشن فاريبل، بس في عندي إشكالية هنا. لا كيف؟ لازم انا بستخدم دالة، لانه على سبيل المثال انه هذه هي الواحد، رحت زودت عنصر، حنشوفها في الليست الان. هي الواحد بعد الاضافه صار في عندي سته. هذا الكود مش راح يشتغل؟ شو السبب؟ انه اللينث هذه الشغله بنسميها في البرمجه انه هارد كودد. ايش يعني هارد كودد؟ انه انا بثبت شغلات معينه خلاص. اوعى هذا خطا فادح، هذا خطا قاتل، انه بصير في عندي خلاص شغله بثبتها وبنساها وبطلعش عندي ايرور بالمره، ولكن بصير في عندي بيانات ناقصه الله يعلم اكتشفها او لا. فالحل انه بالظبط هيك بيطلعوا كل العناصر. عفوا انا الواحد رجعت عرفتها، راحت الابنت، رجعت عرفتها هنا، يعني احضر القيمه الجديده. ف شو بدي اسوي؟ هذا التعريف بدي امسحه، وهذا التعريف بدي امسحه، وبدي اعيد تشغيل هاي وهاي عشان اتاكد انه A9، وهاي خليني انقلها هنا مباشره، ما فيش داعي لتو سيلز، هذه بحذفها، بعمل ابنت وبطبعها، هي صار ستة موجود. وهنا بطبع مع الهارد كودد لينث بيكون مش ظاهر، ومع اللين دالة اللين هي صار موجود تمام. هذا باستخدام الاندكس. الطريقة الثانية for using iteration variable. هو هذا الiteration variable، هاي اللي حامله، وبالتالي حقول for هاي الواحد، شايفينها؟ فهنا بقول for I iteration variable أنا حر فيه for number m الواحد هذه row print تمام. فالنمبر هذا iteration variable، أول لفة بيكون واحد، ثاني لفة بيكون أربعة، ثالث لفة وهكذا تمام. فبالتالي هو متغير بياخد قيمة العناصر الموجودة في الليست. هذه بتعامل مع indices ال of ال i، الواحد of ال i. هنا إنه for number n اسم الليست مباشرة، أما هنا in range للين تبع الليست.
لو اتقابلنا في كان فيها ربع مشكلة مع بعض هاي الثلاث أنواع. فيش مشكلة. نعم. باستخدام الايتريشن فاريبل لا. هذا سؤال بدنا نيجي متى استخدم هاي ومتى استخدم هاي. لو انا محتاج ان انا اعدل على عناصر الليست بستخدم الانديسيز. بالضبط. يعني لو كان نص السؤال ان انا بدي اضيف لكل عنصر مثلا 2 بالايتريشن فاريبل يعني هاي بدي اعمل لكم اياها. يعني هذه عشانها نصوص وارقام. خليني اخذ انه for n in الواحد انه n plus equal 1 2. تمام. بعد ما نخلص print الواحد في تغيير صار. وهي بدي احط لكم before وafter. فبالتالي الايتريشن فاريبل هو فعليا بتعدل على الايتريشن فاريبل بس بطير. تمام. يعني هنا لو عملت برنت لان 2 عفوا للان انه بيطلع الانكريمنت الزياده انه هي 1 انضاف عليها 2 صارت 3 لكن هذا الكلام ما انحفظ هنا. بدي التاثير هذا انه يصير ساعتها بغير هذا الكود. هذا السطر ملوش لازمه. هيك صار في افكت. هذيك اريح الايتريشن فاريبل اريح. اذا انا ما كنت يعني انا مثلا بدي اجيب المجموع تبع لستة استخدم الايتريشن ولا اندكس؟ طب لو بدي اصغر قيمه بدي اطرح منها 5 اندكس. بالضبط. فبالتالي هي يعني انه سيرش بالاضافه لتعديل على الفاليو تبعت الليست نفسها. طبعا هذا الكلام انه مبسط يعني الفور لوب ممكن يكون جواتها انه تكون جوا فانكشن وممكن تكون جوا الفور في اف ستيتمنت وكل الكلام اللي احنا اخذناه سابقا. بس احنا زي ما حكينا انه احنا بناخذ كيف السنتاكس. بالظبط. بعد اللوب السترينج بروسيسنج. السترينج بروسيسنج ببساطه زي ما بتعرفوا انه السترينج هو عبارة عن list of characters array of characters في البايثون بنسميها list. تمام. فالمطلوب انه مثلا عندي s بتساوي hello python is cool. بدي اعرف متى اتعامل مع الكاركتر ليفل والورد ليفل. الكاركتر ليفل انا بتعامل مع الليست مع السترينج از ليست. فبالتالي فور ال اوف وورد تشار عشان تكون الامور واضحه ان كاس برنت تشار. بالتالي هذا بطبع لي حرف حرف. بدي اتعامل معاه ككلمات فبدي
أقطع. كيف بقطع؟ for word in as dot split. split by default إنه حسب الديليمتر، والديليمتر by default هو ال white space. print word. تمام؟ هنا صار يتعامل مع الكلمات. هاي السبليت تاخذ باراميتر، ممكن اقول له افصل لي اياهم حسب الكوما، فبالتالي هنا وفي هذه الحاله بتبطل وورد، بتصير سنت سنتنس، انه بدي افصل على حسب الكوما، فبالتالي فصل لي اياهم جملتين زي. طبعا في دوال كثيره للسترينج، الدوال هذه طبيعة الحال مش حافظها كلها، فكيف بدنا نشوفها؟ نستخدم الدالة dir dir و i type أنا بدي إياها له i object، سواء كان هذا الأوبجكت عبارة عن dictionary أو tuple أو list أو string، فبروح بطبع لي call بالضبط. طبعا عشان هو طبعا اياهم تحت بعض زي هيك، عشان انه خلي print printing بحطه print، يطبع لي اياهم جنب بعض عشان اقدر اشوفهم كلهم. في عندي شغلات كثيره بتبدا وبتنتهي ب underscore، تمام؟ هاي حتوضح بعد ما نشوف الكلاسز كيف بالبايثون. فانتم ممكن تبدوا من هنا، ولاحظوا كيف النيمينج كونفنشن، نيمينج كونفنشن رائع، capitalize واضح، case fold fold case fold case fold letter case. ايش letter case؟ capital او small. case fold بالضبط، تمام، بقلب الكابيتال small وsmall capital، تمام. فهدول انا بدي اترككم انه انتم تتبحروا فيهم وتشوفوا ايش بتسوي هاي الدوال لوحدكم، يعني هاي ريدبل، شوفي انه كل دالة ايش بتسوي، تمام. يعني ممكن يكون انه انا اركز لكم على السبلت والستريب، ايش كمان هذه از الفا او از نم، يعني is digit معروفة انه هذا بتفحص انه هذا عبارة عن رقم، هذه is space معروفة، لكن strip تمام شو بتعمل؟ بالضبط. وفي عندي هنا r strip و l strip، شايفين وين ال l strip؟ l strip هاي، يبقى في عندي strip وفي عندي r strip و l strip. دالة strip بتشيل ال white space من اليمين والشمال، r بتشيله من جهة اليمين ومن جهة الشمال. هذه كتير مهمة لما نتعامل مع الفايلز، يعني في بعض الأحيان إنه ممكن أنا أعملكم هنا send أو مثلا text بتساوي hello slash n، تعرفوا slash n؟ طيب هذا بدي اشوفه as row، هايو شايفين كنترول كاركترز هذه بتكون موجودة، متى تاخذ تأثيرها؟ عند طباعة، صار انه السلاش ان نزل سطر والسلاش تي صار انا عندي تاب، تمام. اللي هن هذا التكست بدي احط هنا سبيس في البداية، وبدي احط مثلا سلاش t
تي في النهاية زي هيك. لما أعمل برينت شايفين السبيس علمته والتاب موجودة موجودة بس فيش شيء علمتها موجودة تمام. الآن دوت ستريب بتشيل هذا الكلام، السبيس اللي كانت هنا راحت والتاب مش قادر اعلم، ما فيش. انا هي اخر حاجة زي هيك وهي تعلم معها التاب هنا ما فيش تمام. فهاي بتشيل انه الوايت سبيسز من اليمين ومن الشمال، الار بس بتشيل من اليمين والال بتشيل من الشمال. هذه مهمة جدا لو انا بدي اتعامل مع الاسطر، انه مرات بيكون في كل سطر فيه سلاش ان في الاخر فبشيل لي اياه تمام. في دالة ريبليس برضو ممكن تعتزوها، في دالة ايش هي؟ سواب كيس. سواب كيس لايش؟ مشان زي هذيك انه موجوده بتو نيمز يعني زي هيك. نعم طيب الان انتوا ايش بدكم تسووا؟ بتروحوا على الهاكر رانك بعد ما تسجلي بحسابك، بتروح على جزئية البراكتس في البايثون تمام؟ هنا ركزوا معايا لأنه هذا مطلوب منكم assignment المرة الجاية. مطلوب منكم إنه هنا بتقدري إنه أنت تعملي فلتر للمسائل حسب إنه أنت حليتيها أو ما حليتيهاش، وحسب مستوى الصعوبة easy, medium, hard، وحسب السب دومين انه هنا introduction، هاي basic data types، strings، كل الشغلات اللي انتم اخذتوها تمام. وهي في collection حناخدها الان، في classes، في regular expressions الى اخره، Python functionals. فيفترض مطلوب منكم المرة الجاية انهم تجمعوا ثلاث نجمات، والنجمات هدول كيف بتتجمع؟ بحل المسائل. كيف بعد؟ كل لقيت عشان تجيبي نجمة بدك 30 نقطة، والايزي اقل واحدة فيهم يعني اقل مسألة 10 نقاط، كل مسألة بتحليها 10 نقاط، يعني لازم تحلي 3 مسائل. البرونز 2 ستارز بدك 100 نقطة، والثلاثة 200 نقطة، يعني مطلوب منك حوالي تحلي 20 مسألة، تعملي تمرين للأصابع تمام؟ هو على هو على قد الأصابع من مرن، بس إيش بتطلب؟ بطلب كمان تمرين للمخ
ليش 33؟ لا، هذا بيتطلب 200 مسألة، 200 نقطة، وال200 نقطة مش تراكمي. بالضبط، يعني حوالي 20 سؤال. تمام. فيصار السنتاكس عندكم، بس ضايل انه انتم تتمرسوا على الشغله هذه. فمش ح... يعني حاخذ كثير، اديكم مسائل كثيره يعني، لانه خلاص انتم اوريدي عندكم البرمجه هذه. خلصنا السترينج، نيجي الان للفايلز. الفايلز بس باكد عليكم انه انتم تتعاملوا مع، انه تكونوا عارفين ايش المطلوب في المساله، تتعاملوا مع الوورد ليفل ولا الكاركتر ليفل، داله السبليت انه تعرفوا تستخدموها. الفايلز في البايثون، هذه موضوع الفايلز مهم جدا جدا، لانه احنا بنحتاجه في الداتا سيتس. تمام. وعشان يكون الموضوع قريب للي احنا بدنا اياه، بدي احمل الايريس داتا سيت، او بعتقد انه هي اصلا موجوده عندي في ريبوزيتوري تاني، فبدي احمل منها نسخه هنا. على الريبو عندي، لا انه انا هاخذ البروفايل تبعك وحيبين النجمات، يعني هاي في البروفايل تبعي هنا بشوف هاي، وهاكر رانك سلاش معتز اندرسكور سعد، من البروفايل تبعي بشوف البادجز اللي عندي. انا عندي في البروبلم سولفينج كم نجمه، في البايثون، في الاس كيو ال، زي هيك. دكتور كل ما بقطع هذا حتى في البيت بضل يجي مواليد في الموقع، مش راضي يطلع، مش لاقي يكون اطلع منه. حتى لما بفتح من جوجل على الاكسرسايز برضه نفس الشيء. هو في مساله لازم تحليها، حليتيها بفضل يعني. انا زي هيك اليومين بحاول اشتغل على اي، مش فاهم، سوري. الآن الداتا سيت تبعتي وين موجودة؟ هاي حطيتها في مجلد الايريس. بدي افتح لكم اياه بالنوت باد بلس بلس. ايش شايفين الملف هذا؟ عبارة عن ايش؟ بلين تكست فايل. شو الامتداد تبعه؟ سي اس في كوما سيبريتد فاليوز. شو معنات هذا الكلام؟ انه انا عندي هنا انه هذه عبارة عن values، والvalues ايش اللي بيفصل بيناتها؟ كوما. هي 5.1 كوما 3.5 3.5 كوما 1.4 2.2، وهنا اخر value iris سيتوسا، وهنا اسماء الاعمدة اللي هو سيبل لينث، سيبل ويث، البيتا لينث، البيتا ويث، والسبيشيز هي نوع الزهرة. بالمناسبة هذه الداتا سيت من أشهر الداتا سيت اللي ممكن إنه تتمرنوا عليها، معروفة. إيش القصة تبعتها؟ هاي موجودة على الكاجل، شن بالرسمات.
ما فيش رسمات هنا. طيب هذه الزهرة في منها ثلاث أنواع، في نوع اسمه سيتوسا، في نوع اسمه فيرسيكالر، وفي نوع اسمه فيرجينيكا. تمام؟ إيش الأتريبيوتس اللي بتميز الأزهار هذه؟ في عندي أربعة أتريبيوتس، هاي اللي هو السيبال لينث، السيبال ويث، البيتا لينث والبيتا ويث، هو طول السبلة وعرض السبلة وطول البتلة وعرض البتلة. تمام؟ فبناء على المواصفات هذه بيتحدد نوع الزهرة. فزي ما انتم شايفين هذه عبارة عن بلين تكست فايل، وهذا النوع من الملفات حيمر عليكم كتير، حيمر علينا كتير. تمام؟ فبالتالي انه بدنا نعرف كيف نتعامل معاه، انه احنا نقرأه بهذا الشكل. فخلينا انه احنا نشوف كيف بدنا نقرأه. أول حاجة بعمل أعرف الهاندل بتساوي open، بحط المسار. المسار تبعي وين بشوف؟ بشوف إنه أنا بدي أطلع فوق وأجي هنا عند الداتا سيتس وأختار اسم هذا الملف. فممكن ببساطة هنا في الجوبيتر أعمل رايت كليك وأحكي copy path، واروح هنا احط هذا المسار. انا نزلته من النت وحطيته في المجلد هذا من برا يعني، بس هنا انه بقدر اعمل براوز للفايل. هنا في الجوبيتر بقدر اعمل براوز للفايلز. النوت بوكس انا عندي موجوده هنا لان عملتها سابقا، عملت مجلد للداتا سيت حطيت فيه الايرس. تمام؟ بس لاحظوا أنا وين موجود؟ موجود أعتقد إنه الدايركتوري الرئيسي تبعي، مش فاكر إذا أنا كنت هنا أو هنا. لما عملت سي دي من البداية وين عملت سي دي لوين؟ أنا بدي أصل لنقطة إنه أنا بدي أحط نقطتين سلاش ولا لا؟ خلينا نشوف. تمام؟ في عندي باراميتر تاني هو باي ديفولت ريد، حتى لو ما حطيتهاش بيشتغل. تمام؟ وفي باراميتر ثالث للانكودينج والشغلات هذه لو انه احنا احتجناها. في عندي طريقتين للتعامل مع الملف، انه هنا بدي اقرا ريد لاين باي لاين، وبروح بعمل فور لاين ان، هذا iteration variable انا سميته in file. بالمناسبة ممكن تستخدموا التاب الاوتو كومبليشن هنا في الجوبيتر بيجيب لك اياه. تمام؟ برنت بار واشغل فايل نوت فاوند ايرور. فبالتالي بيكون في الغالب انه انا موجود في المسار جوا. اللي انا بدي اسويه بدي اقول له لو سمحت اطلع مجلد لاعلى، عارفين النقطتين. تمام؟ هيك قرأ لي. ايش بتلاحظوا؟ شايفين الفرق بين هذا وبين هذا؟ بالضبط. في هنا في سطر فاضي، ليش؟ لانه البرنت اصلا بتطبع في لاين، وفي عندي سلاش ان. فكيف بدي اتخلص منها هاي؟ شفتوا الفرق في الستريب؟ تمام؟ طيب انا عشان الاوتبوت انا عندي طويل
اسمحوا لي استخدم هنا السلايسنج وبدي اخد 10 اسطر بس. هنرجع له في الليست والكوليكشن. اوكي مش مسموح انه نعمل سلايسنج. اوكي مش مشكله. طيب هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه طبعا ما انساش انه نعمل فايل كلوز. الطريقة الثانية إنه نعمل read ل الهول فايل، أقرأ النص كله بالكامل. فبالتالي هنا بقول text بتساوي file reader dot read. وهنا بدي اعمل فايل دوت كلوز. الان هذا اورجيكم اياه شايفين في هاي السطر الاول سلاش ان. لو عملت له برنت بيطلع زي هذاك بالضبط. تمام. ممكن انا ايش اسوي؟ اخذ عينه منه مثلا بدي اول 100 حرف زي هيك، او خلينا نقول اول 200 حرف. طيب نيجي الان للتعامل مع الملف هذا اللي انا بدي اقطعه، تقطيع الملف. فبالتالي هاي الملف قراته وين موجود الان؟ قراته وغلقت عملت له اغلاق، بس وين موجود محتويات الملف؟ في الذاكرة. لكن هذا بقرأ الملف سطر سطر. هذول طريقتين مختلفات. هذه طريقة بطيئة ولكن ممتازة في الملفات الكبيرة. ممكن يكون يمر عليكم ملفات انه داتا سيت انه حجمها 35 جيجا، هذه حاجة زي السلام عليكم، يعني حاجة عادية خالص انه تكون عندي حجم الملفات زي هيك. فبالتالي بقدرش انه انا احمل 35 جيجا في الذاكرة، فممكن اعملها بروسيسنج سطر سطر. وفي لكن انه بطيئة لانه الاي او بطيء مع الديسك، انه كل مرة بده يعمل اي او. لكن هذه الطريقة سريعة جدا لانه انا قرأت كل الملف البيانات انا عندي في الذاكرة تمام واغلقته. فمشكله يعني هي سريعه ولكن مشكلتها انه احيانا بتكون الذاكره مش كافيه. لو انا بدي اشتغل على الجهاز الشخصي قديش بدها تكون الذاكره عندي؟ 8 16 مش اكثر من هيك. وحتى لو انا كنت على سيرفر ممكن يكون السيرفر 100 جيجا برضه ممكن تكون مش كافيه. ف هاي صرتوا عارفين الطريقتين ومتى تستخدمي هاي ومتى تستخدمي هاي. الان هاي هذا بدي انا اقطعه. فايش بدي اروح اسوي؟ lines بتساوي text dot split. على اي اساس؟ lines نجيب اول سطر line of zero. جاب لي السطر الأول. جيب السطر الثاني. تمام؟ متخيلين معايا كيف أنا صرت أصل البيانات؟ طب هنا هذه كل واحدة من الـ values بدي أخذها لحال. إيش بدي أسوي؟ فبالتالي هنا بعرف متغير اسمه line واحد بتساوي lines of الـ one dot split على اساس الكوما. هنا استخدمت separators او delimiters مختلفات. وهنا بدي اطبع لكم line واحد بالمره فصار انه
موجود انا عندي كل فاليو قدرت انا اتعامل معاها، وبالتالي انه هيني قدرت انا احمل الفايل واقرا البيانات واحملها في ليست اعمل عليها العمليات اللي انا بدي اياها. طيب في عندي مشكله، ايش بتلاحظوا الارقام هاي؟ محطوطه ككود تعمل معاها كسترينج، فبالتالي بدي اعملها بارسينج، وهاي بدها تضلها زي ما هي. كيف هذا الكلام بدي اعيده؟ كيف ممكن نعمله؟ خلينا نعمل simplification للكود. فبقول إنه tokens بتساوي، وهنا بقول لو سمحت اعمل لي list. ركزوا معايا، ايش بدي اعبي فيها؟ الانت ان فور وفي الاي فور اي ان رينج ماينس واحد فاهمين هذا اللاين؟ احنا متعودين ان نعمل فور اعمل لي كذا، بدي اعكس. انا في عندي انا كل يوم بروح على الجامعة، وكل يوم كل يوم انا بروح على الجامعة او على الجامعة بروح كل يوم انا، فبالتالي بغير الاوردر. بدل ما فور في عندي ستيتمنت، لا ستيتمنت فور. نعم عندي ايش؟ ما انا حكيت ماينس واحد. هذا غلط، نيم ايرور، حيمر عليكم بشكل متكرر. في عندي تايب ايرور. وهنا انا مستخدم اي وهنا مستخدم ان، ف لا لا هو مظبوط اي بس توكنز اوف الاي. شو ضايل كمان؟ في انا عندي فلوت، هي اصلا فلوتس مش انتجر. ايش ضايل العنصر الاخير؟ بدي اخده لحال، فهذا بدي اسميه لاين واحد اكس، تمام، وهنا لاين واحد واي، بدي اخذ اخر عنصر. هيك أول عنصر، آخر عنصر، مش هيك اسهل؟ فبالتالي انا عندي الاندسيز، انا ببدا 0 1 2 3 ومن ورا ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 لغايه. طبعا ليش انا قسمتهم اكس وواي؟ لانه احنا هيك بنتعامل مع البيانات، بنتعامل مع البيانات. انا عندي المدخلات اكس والكلاس او الليبل واي زي ما احنا تعودنا. فهذا بخصوص قراءة الملفات، وجزء كبير منه هو عبارة عن تعامل مع نصوص. كيف؟
بقرأ الملف كله بالكامل، بقرأ كل الأسطر وبحطها أول عنصر في كولوم. يبقى هنا بدي أعرف متغير اسمه كولوم 0 أو كولوم أوكي كولوم 0. وهنا بدي أروح أحكي for line and lines، مش أنا فصلتهم هنا تمام، وبروح بحكي إنه column of zero dot append، هذه عفوا بدي أعرفها initial لأنه هي عبارة عن list فاضية، بحكي line dot split comma، وبدي خلينا ناخذ اول عشرة. لاحظوا انه هذه سي بلنت هو اسم العمود، بعدها 5.1 بعدين 4.9 بعدين 4.7 4.6 5 5.4 4.6 لغاية الـ 4.4، أول 10 أسطر فعلا تمام؟ لا أنا عملت هنا open فصار أنا عندي فايل هاندل، هجيت الفايل هاندل هذا أنا في منها دوال عديدة، منها read وفي read lines في عدة دوال، يعني انت ممكن انه انت تشوفي بالضبط الدوال هذه، بس يعني انا اديتك دالة الريد انه كلها تعاملنا معها في الذاكرة، وبعديها بقطع انا زي ما بدي باستخدام السبليت. صحيح باي ديفولت، لكن هنا احنا ما عملناش ريد في الفايل هاندل، نفس الجملة هاي فايل اوبن، بس ايش عملت؟ عملت اتريشن على هذا الفايل هاندلر، انه عملت اتريشن عليه بهاي الطريقه، بقرا سطر سطر، والسطر هو بيكون عباره عن الاتريشن فاريبل اللي انا اخترت اسمه لاين هنا تمام. طيب نكتب هذا العمود على سطر على ملف، اوبن ممكن احطه نفس المسار وهنا بحط underscore column 0 وهنا المود right. بالضبط لو كان موجود يكتب عليه ايش يعني يكتب عليه overwrite، يعني القديم راح يروح إلا إذا حطيت المود هنا append، ساعتها بكتب في الآخر. dot write file writer dot write، شو بدي أكتب عليه؟ بس لازم يكون string، الكولوم هذا شو التايب تبعه؟ list. كيف بدي احوله لسترينج؟ join str، لا
الفطر. طيب خلينا نعمل جوين، نكتبهم كل واحد في سطر ولا نكتب سبيس بيناتهم، كل واحد في سطر زي ما هما لأنه عمود. دوت جوين وايش بديله؟ ليست. يبقى هاي الدالة تابعة للسترينج، تمام؟ وهنا حطيت انه يعمل لي جوين للسترينجز موجودة في الليست هاي، وحيحط بيناتهم سلاش ام. ما انساش الكلوز بطبيعة الحال، لأنه لو عملت رن أكثر من مرة ممكن يصير في عندي مشكلة إنه إذا كان الفايل هاندلر ما غلقتوش وبدي أعمل رايت كمان مرة، يعني ممكن أجرب ديليمتر تاني. فهيو رن زي هيك اتس دون، مش حيصير ولا إشي طبعا بطبيعة الحال، لأنه رايت على فايل برجع هنا على الداتا سيت بلاقي إنه تم إنشاء الملف. وممكن هنا من الجيبتر نوت بوك إنه أقدر أستعرض الملف هذا زي ما أنتم شايفين، العمود الأول تم كتابته سلاش ان. أورجيكم إياه كبلين تكست فايل للناس اللي بتصدقش بهاي الطريقة، تمام؟ الآن ممكن أحط ديليمتر ثاني إيش أحط؟ قل لي بيناتهم مثلا سلاش تي، فشوف كيف حيصير شكله. بس اعمل هنا ريفرش، صار كله بيناتهم سبيس تابس بهذا الشكل. تمام، خلينا نرجعها سلاش ان. يبقى هيك احنا شفنا الريد والرايت. لو اجيت سألت سؤال انه انا بدي الافرج تبع سيبل لينف، كيف اجيبه؟ مش هي موجودة عندي؟ نعم. يبقى هنا بعدين بجيب الصم على ماينس واحد بطبيعة الحال، لأنه شلنا الهيدر. كيف؟ صحيح، هاي بنحولهم لفلوت.
could not convert string to float اللي هو فاضي. اوكي لانه فيها سطر فاضية. ايوه هنا في الايرس شايفين هذا؟ نعم. فاحنا ايش ممكن نسوي؟ هذه مش راح تتأثر ولا هاي. ممكن نعمل انه run selected cell and all below ف هاي نفرش. طبعا قراءة الـ error message أكيد يعني انه بيساعد في الديبج انه احنا نفهم ايش اللي صار بالضبط. طيب نيجي للكوليكشنز. ايش مفهوم الكوليكشن؟ متغير واحد يحمل اكثر من فاليو. ليش انا بحتاجه؟ عشان بالضبط. انا عندي المتغير العادي يحتوي على 10 تمام؟ لو غيرت القيمة 20 10 بتطير خلاص. فبالتالي أنا محتاج العشرة ومحتاج العشرين، محتاج التو فاليوز. فبالتالي إنه ممكن إنه إحنا نستعيد عن هذا الكلام بالكوليكشنز. إنه أول كوليكشن أنا عندي هي الليست. فالليست بيصير أنا عندي إكس بتساوي 10 20. تمام. هيك انا احتفظت بالتو فاليو. والليست زي ما شفنا سابقا انه ممكن تحتوي على متغيرات من انواع مختلفه. ايش الدوال تبعت الليست؟ هتركم انه انتم تجربوها لوحدكم، بس كيف نجيبها؟ اكس. يبقى من وين حتبدوا؟ من هنا. ابند بتضيف من الاخر، كلير تمسح العناصر، كابي لانه هي بتتعامل مع ريفرنسز، هذه الداله مهمه جدا لانه انا اذا عدلت على واحده وكنت عامل ليست واحد بتساوي ليست اثنين حتتعدل الثاني. لكن لما اخذ كبي اذا صار تعديل على الاولى ما بصيرش تعديل على الثاني. كاونت بتعد العناصر، اكستند لا بتعمل يعني بتزود عناصر بس الباراميتر لازم يكون ليست. الاندكس بتجيب لي الاندكس لعنصر معين، انسيرت بعطيها تو باراميتر. كيف؟ بالضبط قيمة واندكس. البوب بترجع شغلتين بتسوي، بتحذف وبترجع. ريموف بالضبط، ريفرس والسورت بترتب. لانه يعني السورت برضه فيها باراميتر لانه هذه بترتب ترتيب تصاعدي باي ديفولت. لو بدي تنازلي بقول انه ريفرس بتساوي ترو باراميتر هنا. تمام. ايش في عندي كمان في الكوليكشنز؟ اللي هو
قبل. باختصار شديد جدا جدا، التابل هو عبارة عن immutable نعم. شو السبب؟ انه اسرع في الذاكرة. كيف التابل؟ الليست انا بعرف الاقواس تبعته brackets، اما هذيك انه x او مثلا خلينا نقول انه يعني x او y بتساوي 1 3 او 4، شو بتكون انه ك الاقواس الدائرية زي هيك. وايش الدوال تبعته؟ كيف فيش فيها تكرار؟ بس لو سمحتي صايا وانتوا طالعين ايش السؤال كان؟ هي التبل هي بتكون فيها عناصر مكررة؟ لا السبت هذه خلينا نشوف بالبرنت قبل ورجيكم اياها. هذه بتعدل على الليست؟ بتعدل، معنى ذلك انه مش حتكون مش موجوده في التابل. هاي بتعدل كذلك مش موجوده. هاي موجوده. هاي موجوده. هاي مش موجوده. هاي موجوده. هاي مش موجوده. هاي مش موجوده. مش موجود. مش موجود لانه حتى السورت بيعدل على الليست، فبالتالي هنا بتتوقعوا ايش في. انا عندي في عندي الكاونت والاندكس بس تمام. ايش الميزه تبعت التابل؟ انه لو انا في عندي داتا والداتا هذه انا مش محتاج اني اعدل عليها، فبتكون اسرع العمليات في الذاكره، انه يعني مثلا اعمل لود لفايل واحمل في تابل بيكون اسرع في الذاكره من الليست تمام. بس هاي الفكره. شو في عندي غير التابل؟ الدكشنريز. بس قبل ما نروح للدكشنري اللي هو الكومباريزون ان تابلز، لانه مهمه جدا. انا عندي الدكشنري نعم صح صحيح. طيب هل الواحد أكبر من الاثنين؟ فولس. بدورش على الباك حتى لو كان متى بتطلع على العنصر الثاني؟ في حال بالضبط. طيب لو كان ترو يعني الأربعة أكبر من الاثنين والثلاثة أكبر من الثلاثة كيف؟ صحيح نعم. عشان هيك لو هذه كررناها وحطينا هذه انه واحد برضه ترو بالضبط. انا دائما في الطابق متى بتطلع على العنصر الثاني؟ في حال التساوي. انا بتطلع ايش الكومباريزون، يا اما اكبر من او اصغر من تمام. في حال التساوي ساعتها بتطلع على العنصر اللي ورا. خلينا ناخذ مثال انه فعلا انه بيطلع على العنصر اللي وراه. خلينا نقول 4 و4 هذا في تساوي تمام، وخليني اقول 5 و3 يفترض بيطلع ترو، ولكن
اثنين وثلاثة يفترض بطلع فورس. نيجي للديكشنري. ايش الفكرة تبعت الديكشنري؟ كيو فاليو. ليش محتاجين لهذا النوع من الديكشنري؟ بالضبط. ممكن ننظر للديكشنري انه هي عبارة عن ليست، ولكن الانديسيز تبعتها عبارة عن كيز. بالضبط، عبارة عن ليبلز. يعني ممكن احكي انه student بتساوي 1 2 3 احمد اي تي، فبالتالي هذا رقمه، اسمه، والديبارتمنت. فممكن كيف اتعامل معاه؟ بدي اقول انه print name عبارة عن student of الواحد. وهل من يعني من السهولة ان انا اضلني احفظ الانديسيز انه هاتي اول value هي عبارة عن الاي دي، والثانية هي عبارة عن name، والثالثة هي عبارة عن department؟ مستحيل. فبدي اتعامل مع الدكشنري بس انه انا سميته متغير مختلف عشان انه التعريف تبعه عبارة عن البراكتس تبعت المجموعة. يبقى احنا في عنا الانجولار براكتس، الاقواس المربعة هذه للليست، الاقواس الدائرية للتبل، الاقواس تبعت المجموعة للديكشنري. من ايش مكون انا عندي؟ من كي وفاليو. تمام. يبقى السنتاكس العام لإله انه كي نقطتين فاليو كوم، هذا العنصر الاول كي، وهكذا. هنا الكي ممكن يكون any type زي ما انا بدي. كيف؟ لا 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 مش بالضرورة. ال ID 1 2 3 هذا يعني بالمناسبة مش عارف انا ليش حطيتها string، بس اوكي خلوها string، وهنا بنخليها string. تمام. وممكن نضيف هنا value تانية مش مشكلة، اللي هو ال GBA. و ال name احمد، وال GPA 3.5. نظام ال GPA الامريكي. تمام. فشوفوا كيف شكل الديكشنري، عبارة عن كي وفاليو. هجيت لو أنا طلبت أي معلومة، خلينا أعيد تسميته زي هيك student أسهل لي. فهنا بقول إنه بدي الاسم بدل off الواحد صار off name. تمام. بدي الجي بي اي تبعه، بهذا الشكل. طب الايتريشن مش هو مكون من كي وفاليو؟ فانا عندي عنصرين فور كي في ان ستودنت دوت ايتمز print k v id احمد name id 1 2 3 name احمد gba 3.5. ايش انا في عندي؟
دواء لإله. في عندي كلير بتمسح كابي نفس تمام فروم كيز. لو انا بدي استورد كيز من ديكشنري تاني هنا عندي تلت الجيت، هالجيت هشرح لكم عليها. الايتمز بترجع الكيز والفاليو، الكيز بترجع الكيز فقط والفاليوز بترجع الفاليوز فقط. يعني هنا لو اجيت عملت ID name GBA والvalue راح 2 3 احمد 3 ونص. تمام نجي بدي اتابع كذا عنصر احمد وعارف مش عارف. تعملي list of dictionary او dictionary of dictionary، تعملي nested. نجي لدالة الجد. احنا عملنا قبل هيك انه student of a name تساوي احمد. لو حكينا student of في الايش مش موجود، ايش حيصير؟ key error. طب لو حكيت student of the age بضيف، يبقى هنا لو انا عملت assignment بصير انه عملية اضافة، وهي انضاف. تمام طيب كيف بدي اتخلص من هاي؟ ممكن ببساطة بحكي if the age in student، if the key in student هذا جبرنت student لأنه هي موجودة فعلاً already ضفناها. طيب في عندي شغلة أسهل من هيك بكتير اللي هي دالة الجيت، فبالتالي هنا student get بديله الكي. لو كان موجود بيرجع لي اياه، لو ما كانش موجود بيطلع ليش هذا الايرور. ناخذ مثلا شغله مش موجوده ادرس ورجع نان. تمام وعشان اثبت لكم ان هي نان بعمل برنت None. None is nothing at a type. أنا عندي في البايثون مش تايب، هي عبارة عن keyword إنه لا شيء. طيب كيف ممكن أستخدم هاي الشغلة؟ هنا أنا ممكن أقول له إنه خلي بالك إذا كان في address رجع لي إياه، وإذا ما كانش في address رجع لي not available. تمام؟ ممكن أحط القيمة اللي أنا بدي إياها يعني مثلا زي هيك. واضح؟ خلينا ناخذ مثال على هذا الكلام انه احنا وين ممكن نستفيد من الكيز والفاليوز. بياخد random text
وخليني أكبره شوية. التكست تساوي ممكن أخليه إنه multiple lines بدي أقطعه لكلمات. ورجيني أول 10 كلمات. طيب بدنا نحسب تكرار الكلمات. إيش ممكن نسوي؟ ممكن أعمل ديكشنري يكون الكي هو الكلمة نفسها والتكرار هو عبارة عن الكلمة. يبقى بدي ألف عليهم الكلمات هذول for word، بس أولها بدي أعرف الديكشنري count dic for word in words. مركزين معايا؟ word in words. نعم. ايش بدي اقول؟ اذا كانت الكلمة موجودة بدنا نزود على الكاونت واحد، واذا مش موجودة بعمل ست لانه الكلمة هذه صارت موجودة كي جديد والفاليو تبعتها واحد. يبقى اللوجيك انه if word in count deck ساعتها بقول انه اتاكد انه هي موجوده، يبقى اوف الوورد بلس ايكوال 1، ايلس مش موجوده نفس هذا الكلام بصير اضافه، بس بدل ما انه بصير assignment. معقول ولا كلمة متكررة؟ نعم تمام هي اوكي. طيب ماشي جاب لي اياها، بس هذا الكود انا مش عاجبني. بدنا كود أقصر. واستخدم فيها الجيت مع الديفولت فاليو. فبقول إنه دوت جيت للوورد. أو عفوا أوف الوورد بتساوي dot get word pass. إذا كانت موجودة حيجيب قديش التكرار تبعها ويزود عليه واحد، وإذا ما كانتش موجودة هيك بخلي الديفولت إنه هو برجع صفر صفر زائد واحد، كأنه بعمل إضافة لكي جديد. متحط متحط واضح. ايش النال؟ صحيح زائد واحد واحد، فبالتالي حيضيف الكلمة هذه وانه هي اول مرة تكررت. طب لو كانت موجودة بيرجع لي القيمة تبعتها، وبزود لو كانت مثلا القيمة تبعتها 3 بتصير 4. نشوف نفس الشيء. اللي هي كانت 7 صح؟ 6
الهات 4 الهات 4 1 3 الآت نفس الشيء وهي الهي 6. طيب بدنا نجيب الكلمات الأعلى تكرارا كيف؟ صورت في عندي دالة بلت ان اسمها في البايثون sorted زي دالة السم بديها الكاونت بك بس هذه انه عمل لي sort على الكيز تمام فانا بدي ارجع الكيز والفاليو كيف برجع الكيز والفاليو بس هنا ايش رتب الكمبارزون في التابل اللي احنا اخذناها قبل شويه على ايش بتطلع اول عنصر والمقارنه هنا في الترتيب انه ترتيب الفابيتيكال بيكون انه الحرف الاول تساوى ساعتها بتطلع على الحرف الثاني زي هيك فعشان هيك انه بتلاقي انه ايج ان از بعد ما يخلصهم بيبدا بي كابيتال سي كابيتال بعد ما يخلص كل الكابيتال بيبدا اي سمول بديش انا هذا الكلام بدي حسب الفاليو طب بدي طب هاي فاليوز ما هي الكلمات وهاي ريفرس بتساوي ترو جاب لي اعلى كلمه انه 6 بس شو هي كيف السبيل الى معرفه الكلمات الاكثر تكرارا كيف الكيز هي الكلمات بدا بالواي العكس مش التابل بتطلع على اول عنصر وانا بدي اياه يرتب على حسب التكرار يبقى ايش بسوي بعكس بالضبط ايش بيساوي في كي or k v n هيك نعكس ساعتها بعمل sorted reverse لأنه هو برتب ترتيب تصاعدي من صغير لكبير بدي العكس فالأون مكررة 6 مرات الهي 6 هل التكرار هنا مسموح؟ مش هنا 6 و 6؟ مش الديكشنري بيكونش فيه تكرار في الكي؟ بس انا ايش عملتهم هنا ليست هذه ليست عشان هيك انا حولتهم هنا از ليست انا عكست الفي والكي لانه احتمال كبير يكون في تكرار في الفي عشان هيك انا حولتهم لليست وعملت صورت الليست فبالتالي بدي اكثر 10 كلمات ببساطه بقول انه او اكثر 5 كلمات كيف؟ ااا
يفترض انه السلايسنج اعمله هنا. كيف؟ نخلي الكود لا، هي عامل ريفرس ديكشنري، بس انا لما عملت سورت بدل ما اعمل سورت لكله عملت سورت لاول خمس عناصر. ماشي هي اندرسكور سورتد، تمام، وهي وبعديها انه هذا انا بديش انزل تحت كتير عشان هيك ما بحبش اعرض النتائج كتيرة، انه هنا بدنا نجيب انه top 5 most frequent words. اللي هي الاون والهي والاوف والات والهاند. فكان هذا عبارة عن تمرين انه نستخدم فيه الكوليكشنز تقريبا كلها، الليست والديكشنري والتابل، ثلاث شغلات. وشفنا كل واحدة فعلا ايش استخدامها، الليست استخدمناها عشان ما بديش تكرار، والتابل استخدمناها عشان الكومباريزون بالضبط عشان ارتب، والديكشنري عشان نعد تكرار الكلمات. فثلاثة في واحد. طيب المرة الجاية بنكون إن شاء الله مخلصين البايثون، نبدأ في مواضيع اللي هو regular expressions لأنه ممكن يعني أحتاجها في جمع البيانات بالإضافة للobject oriented programming. فممكن نأخذ أول نصف المحاضرة نخلص فيها البايثون، والنص الثاني نأخذ فيها إنه أول موضوع اللي هو معالجة البيانات، تمام؟ بس بدكم تكونوا يعني متمرنين، يعني تمرنتوا على البايثون. إن شاء الله يعطيكم العافية.